يا سيدي انت مش هتعرفني شغل. ويا رب واحد من زمايلي من رئيس الجمهوريه الاصغر واحد في البلد دي خليه عنده دم. الحياه هنا مفيش نظام، الحياه هنا حسبي الله ونعم الوكيل. احنا ناس غلابه قوي وبنجيلكم عشان معناش حاجه ولا حق العلاج، فخلي الناس بتوعكم تكون رحيمه علينا شويه. غصب عن الناس العاملين بالبشر زيهم زي المرضى. انا عندي تكدس رهيب ولا يمكن احتمال. حضرتك في مصر لو واحد عنده انفلونزا بيروح الدكتور معاه واحد، في مصر اللي عنده بقى سرطان بيجي معاه 2 3 4.